هقول لكم على وصفة الشوربة الأول. شوربة الكوسة الكريمي اللايت، معانا مرقة خالية الدسم، نص كيلو كوسة متقطعة بالقشرة، احنا يدوبك منضفينها كويس، لو في اي حاجة نقشطها لكن بالقشرة مهم جدا. نص كوباية او كوباية حسب الرغبة، ممكن يبقى كريم تشيز لايت، مهم جدا يبقى لايت، او ساور كريم اللي هو الكريمة الحامضة، او لبنة لايت، في لبنة تركي لايت. خلاص الثلاث حاجات دول نختار على حسب اللي احنا نلاقيه. للناس بقى اللي مش عاملة رجيم او مش عاملة العشاء نصايح، ممكن مثلثات الجبنة تتحط تدي طعم حلو جدا، او مربعات الجبنة الكريمي. خلاص معانا بودرة بصل، يعني تقريبا معلقة كبيرة ممسوحة بتدي طعم حلو قوي، وملح وفلفل، وللزينة نعناع طازة. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنشوح الاول الكوسة تدي طعم، علشان تدينا طعم، وينفع جدا ان احنا نضيف برضو في الوصفة دي بصلة كاملة، ينفع ان احنا نضيف بصلة كاملة. يبقى معلقة زيت نزود عليها الكوسة. الكوسة لازم تتشوح لما نيجي نعمل حتى الكوسة باللحمة المفرومة، لما نيجي نعمل الكوسة بالبشاميل لازم نشوحها. ليه بقى؟ علشان ما تنزلش مية. هو في الشوربة انا حتى لو نزلت مية مش مشكلة، احنا هنضربها كده كده، بس هي الفكرة في الشوربة تدي طعم احلى. تشويحة كده لغاية ما تاخد لون ذهبي شوية بتدينا الطعم الحلو. زي ما بقول ممكن نزود عليها الايه، ممكن نزود عليها بصلة تتشوح معاها، للي يحب، للي مش عايز يحط بودرة بصل. خلاص بعد ما بتاخد اللون الحلو بنروح محطة بقى المرقة خالية الدسم. يعني ايه مرقة خالية الدسم؟ هنشرحها برضو دلوقتي تاني علشان الناس اللي ما كانتش متابعة قبل كده. احنا بنعمل المرقة نحطها في التلاجة، هنلاقي انها عملت طبقة من على الوش سميكة صفرة كده، بنشيلها ونرميها. هي دي بتبقى معانا الايه، الدسم اللي احنا مش عايزينه. نحط بقى بودرة البصل، هو بس اول ما بيتعرض شوية بيروح ايه يعمل رطوبة. نحط كده اهو، نحط نظبط بالملح والفلفل، احنا طبعا معانا مرقة بس بنظبط، ودايما الملح معانا يبقى ملح باليود عشان الغدة الدرقية تشتغل احسن. الغدة اللي مسؤولة عن الحرق في الجسم مهم جدا ليها اليود. طيب هنحط بقى الكريمة، وهنحط الكريمة اللي هو الحامضة الساور كريم او الكريم تشيز زي ما قلنا، او اللبنة، هي دي اللي هتدينا الطعم، بس لازم يكونوا لايت. في حاجة كمان لو خايفين تقطع منكم، لو مش هتقدموها على طول لان لو قعدت وغلت ممكن تقطع منكم، نحط معلقة دقيق معاها او شوفان، ونحط شوية نعناع. خلاص بس ده هنضربه، ده هيتضرب بالشكل ده، ولا اقول لكم هضربه في الفاصل احسن، هنضربه بالجهاز ده بس في الفاصل. عايزة بقى اغرف معاكم دلوقتي شوربة الكوسة اهي اللايت كريمي ولايت، ريحتها حلوة جدا جدا جدا. بعد ما بنضرب فيها الجبنة مش بنسيبها تغلي بقى، علشان ايه زي ما قلت لو غلت اللي هيحصل ايه، ممكن تقطع، فلازم ساعتها معلقة دقيق بقى، احنا مش عايزين نزود نشويات بصراحة. نحط شوية نعناع كده على الوش، او لو عايزين تحطوا بقى شوية ساور كريم تاني اللي انتوا حابينه، وبالجبنة المربعات بتبقى حلوة جدا، او مثلثات لكن هتبقى بقى دسمها اعلى وتنفع للناس اللي عايزة تدخل.